بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. اليوم بإذن الله يا إخوان نتكلم عن الإيفنتات، كذلك بعض مهمات النايت ويف لهذا الأسبوع، فبحاول أن أجمعها كلها في فيديو واحد عشان يكون فيديو مختصر لجميع الأشياء اللي راح ننفذها إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. أول شيء عندنا يا إخوان مجموعة من الإيفنتات فيها أشياء ممتازة جدا، راح تعطينا مود أو راح تعطينا الفورمة الخاصة بالأورا، كذلك راح تعطينا سلاحين ممتازة جدا. فخلونا نشوف الان كيف طريقة التعامل مع هذا الايفنت، بعد كده راح نكمل ان شاء الله على مهمات النايت ويب. خلونا نبدأ. طيب يا شباب، بعد ما تدخلوا على النافيجيشن هنا راح تدخل على الاختيار اللي هو R1، راح تجيك مجموعة من الايفنتات جاتنا كلها دفعة واحدة. طبعا هذا تكلمنا عنه يا شباب اللي هو خاص بالسلاح اللي هو اوبتيكور فاندال، وتكلمنا عنه هذا موجود في العالم المفتوح الخاص بمدينة فينوس، فبالتالي اللي هو عالم فورتونا، تمام؟ وخلصنا هذا الايفنت وتكلمنا عنه قبل كده ومشروع في القناة. اللي يهمنا يا اخوان اللي هو الايفنتين هذه، شايفها؟ الايفنت الاول اذا خلصته كامل راح تحصل على شعارين لاكتف تعلق عندك في الشخصية الخاصة فيك وتظبط فيها الشخصية، وراح تحصل على الاورا فورما. هذه الاورا فورما ممتازة جدا، بحيث انك اذا ركبتها في خانة الاورا الخاصة بالشخصية راح تقدر تركب اي مود من مودات الاورا في الشخصية، فما تتقيد نهائيا بالعلامة الخاصة بالاورا، فهذه تعتبر من افضل الفورما الموجودة في اللعبة، تمام؟ الشيء الثاني اذا نفذت المهمة اللي بعدها راح تحصل على سلاحين زي ما انتم شايفين، لكن السلاح الاول هنا لازم تجمع 1000 نقطة، والسلاح الثاني هنا لازم تجمع 4000 نقطة، فبالتالي مجموع النقاط اللي لازم تجمعها في هذا الايفنت 5000 نقطة عشان تقدر تحصل على السلاحين. طيب مضمون المهمتين الأخيرة هذه اللي راح أتكلم عنها هنا، لازم تحمي 4 أجهزة. في المهمة الأولى راح تنفذها راوند واحد فقط، يعني الـ4 الأجهزة تحميهم مرة واحدة بس، بعد كده تطلع راح تاخذ الشعار الأول، تمام؟ هنا المهمة الثانية لازم تنفذها مرتين عشان أو راوندين عشان تقدر تحصل على الشعار الثاني، والمهمة الثالثة هنا تقدر تنفذها 3 مهمات ورا بعض أو 3 راوندات عشان تقدر تحصل على الاورا فورما. واضح يا شباب؟ طيب بعضكم الان يسالني يقول لو خلصناها الخمسه سوا هل راح احصل عليها؟ اتوقع انك اذا خلصت الخمس الراوندات في جيم واحد راح تحصل على 3 الجوائز هذه اللي ظاهر امامك دفعه واحده، فبالتالي ترتاح. بس افهم معلومه مهمه جدا، انه هذا الاول ما راح يقيدك، مجرد ما تخلص الراوند الاول خلاص ترتاح تقدر تطلع من المهمه. هنا لازم تكمل الراوندين مع بعض في جيم واحد، فهمتوا؟ يعني اذا كان كملتها مع بعض ممكن تزبط معك، لكن انا كملت هذا الاول لحاله في جيم، وهنا نفذت 2 مع بعض في جيم، وهنا نفذت 3 راوندات في جيم لحاله، فبالتالي طلعت واخذتها. لكن لو ما نفذتها في جيم واحد كل الـ3 راوندات ما راح تحصل على الاورا فورما، فانتبه للنقطه هذه من الان. المهمه اللي بعدها هنا مجموعه من النقاط لازم تنفذها، تلقاها مكتوبه عندك في اليسار عدد النقاط. احنا بصراحة انا ومجموعة من الشباب دخلنا خلصنا 5000 نقطة في جيم واحد فقط، فبالتالي حصلنا على السلاحين دفعة واحدة، لكن بصراحة يا شباب الجيم كان صعب جدا في الاخير، يعني في اخر الراوندات كان في صعوبة بشكل كبير، لان الانمي اللي بيجينا بيكون لفله عالي، وثاني شيء دفاعه مرة قوي، واخر شيء انه راح يفجر نفسه جنب الجهاز وراح يفشل عليك الجهاز اللي انت راح تحميه. فكيف قدرنا ننفذ هذه المهمة يا شباب؟ طبعا هذه المهمة قدرنا ننفذها بعد الله سبحانه وتعالى باستخدام الاركين الخاصه بالاوبراتور اللي هي هذه الاركين. طبعا انت ما انت ملزوم فيها، لكن للفائده للناس اللي تبغى تخلصها في جيم واحد. فخلوني الان اوريكم ايش هي الاركين اللي استخدمناها وفادتنا بشكل كبير، اللي هي الاركين يا اخوان اللي اسمها لوك داون. هذه الاركين، هذه الاركين كان لما يجي جنبنا نفس الانمي هذا على طول نثبته بهذه الاركين وبعدين نقدر نقتله. فراح اوريكم لقطات لهذه الاركين كيف طريقة استخدامها، عشان كده قدرنا نخلص هذا الجيم بكل رياحية، بس انه اخذ مننا وقت وجهد كبير جدا، لاننا تقريبا اخذنا ساعة وربع حتى خلصنا 5000 نقطة في جيم واحد. فخلونا نشوف الان طريقة التعامل مع هذه الاركين. طيب شباب زي ما انتم شايفين عندنا في اليسار مكتوب 2205 من النقاط، هذه النقاط اللي احنا جمعناها داخل الجيم، والراوند زي ما انتم شايفين بالاعلى مكتوب راوند 5. فطبعا كل جهاز لازم تدور على المفتاح الخاص فيه، بعد كده تركبه في نفس الجهاز حسب اللون. فلاحظوا الان شغلنا اللون الازرق واشتغل عندنا الجهاز اللي هو هذا الجهاز الحين احنا واقفين جنبه نبغى نحميه. بعد لحظات من تشغيل هذا الجهاز راح تسمع صوت زي الانذار،
الصوت هذا معناته ان الانمي اللي جاي يفجر الجهاز قريب منكم وقريب جدا، وراح يكون يقوم بتفجير الجهاز بشكل سريع. شوف الان انا ايش سويت، طلعت بالاوبراتور ادور عليه، اول ما انتبه للعلامه الخاصه فيه على طول انطلق واثبته. راقب الان الحركه اللي راح تصير. طبعا هم بيكون دمجهم عالي ودفاعهم عالي، عشان كذا قمنا نستخدم هذه الاركين في نهايه الجيم، وكانت الفكره ممتازه صراحه وفادتنا بشكل كبير جدا حتى ان احنا خلصناه. شوف الان هذا هو الانمي، احاول اني اثبته بعيد عن الجهاز، بعد ما اثبته بالاركين نبدا نقتله. شفت كيف الطريقه؟ يعني حتى نوبا سبيد ما ظنت انها راح تنفع بشكل كبير مع هذا الانمي، لكن شفتوا انتم كيف الطريقه. طبعا راح اعرض لكم بعض اللقطات برضو نفس الطريقه. لاحظوا الان عندنا في اليسار الحين اللي هي النسبه الخاصه بالارقام، اللي هي وصلنا الحين 3414، فكل ماله يزيد عندنا مستوى الانمي وكل ماله يزيد قوه الدفاع الخاصه فيه. فشوفوا الان كل ما يبغى يتحرك على طول اثبته بالاركين عشان نقدر نقتله. طبعا كل الفريق صراحه يهجموا عليه لانه الدفاع قوي، وما كنا مستعدين باسلحه خاصه لهذه المهمه، ما توقعنا انه بيكون بهذه القوه اساسا، فكان كلنا نطلق عليه دفعه واحده ونهاجمه بشكل مباشر، يعني بحيث انه كل ما يكون قريب على طول نهجم عليه. شوفوا الان هذا اللي بعده، لاحظوا الان ان الارقام في اليسار وصلنا 3874 نقطه، فشوفوا هذا قعدنا نطلق عليه صراحه اخذ معنا وقت، فتخيل اخر واحد منهم قديش طول معانا حتى قدرنا نقتله. فشوف الان وصلنا الليفل 100 او في الثمانينات هذا تقريبا، لكن في الاخير راح نوصل على الليفل 100 وعليها تقريبا. فشوفوا قتلنا الحين، فبهذه الطريقه استمرينا حتى ان احنا خلصنا ال 5000 نقطه. فكان صراحه الجيم شويه فيه نوع من الصعوبه، لكن والله استمتعنا فيه بشكل كبير. فهذه الطريقه ما هي الزاميه انك تستخدم الاركين، لكن من باب اذا كانت تبغى تخلصها في جيم واحد انا اعطيتك طريقه استخدمتها وفعلا كانت ممتازه معنا. فشوف الان كل شويه اثبت الانمي بحيث ان احنا نقدر نقتله بشكل دائم. شوفوا كل شويه يتحرك، لكن ارجع اثبته مره ثانيه واحاول اني اثبته بعيد عن الجهاز اللي احنا بنحميه. فشفتوا كيف الطريقه؟ كانت طريقه ممتازه جدا معنا واستخدمناها ونفذناها، وكانت مريحتنا بشكل كبير داخل الجيم. اخر شيء يا شباب اوريكم اياه اللي هو نهايه الجيم، لما انتهى الجيم عندنا شوفوا ايش اللي جانا بعد تنفيذ هذه المهمه. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين انتهى عندنا الجيم، طبعا اخذ معنا وقت طويل جدا تقريبا ساعه وربع، ولاحظوا ان الرسالتين كلها جتني دفعه واحده، فبالتالي لما خلصنا 5000 نقطه حصلنا على السلاحين دفعه واحده في رساله واحده، فكان هذا شيء ممتاز جدا صراحه ان احنا قدرنا نخلص هذا الايفنت بشكل سريع وارتحنا منه، لانه صراحه يعتبر من الايفنتات اللي ممكن تكون طويله شويه. صحيح استمتعنا فيه، صحيح اخذ معنا وقت، لكن في النهايه الحمد لله حصلنا على الشيء اللي نبغاه في هذا الايفنت. نجي الان للمرحله الثانيه يا اخوان من هذا الفيديو اللي هي مهمات النايت ويب. النايت ويب يا شباب كلكم تعرفوا انها رجعت من جديد في اللعبه، وهذا شيء كثير من اللاعبين كانوا يبحثوا عنه، فخلونا ندخل الان في تفاصيل هذه المهمات ونوضح كيف نقدر نخلص هذه المهمات. طيب شباب زي ما انتم شايفين هذه هي مهمات النايت ويب امامنا، راح اشرح لكم المهمات بشكل مختصر. طبعا اول مهمه بتكون عندك في اليسار هنا اللي هي هذه المهمه، هذه المهمه مطلوب منك انك تنفذ اي حركه من حركات الشخصيه، يعني مثلا رقصه، جلسه، تحيه، ترحيبيه، اي شيء تسويه من الحركات. اللي مو عارف كيف الحركات هذه تضغط على السهم بالاسفل راح تظهر لك الادوات الموجوده في الجير. طبعا لازم تنفذ هذه الشغله في المهمات. بعد كده تضغط R1 عشان تدخل لك على الرقصات والحركات الخاصة بالشخصية. نفذ أي حركة من هذه الحركات فبالتالي راح تحصل على 1000 نقطة. فهمتوا كيف الطريقة؟ فهذه هي طريقة التعامل مع المهمة الأولى. المهمة الثانية يا شباب اللي بعدها راح تكون هذه المهمة، هذه المهمة مطلوب إنك تعلق صورتك الشخصية في أي مهمة كذلك، صورتك الشخصية اللي هي هذه الصورة الموجودة بالأعلى هنا. تدخل على الجير راح تلقاها عندك، ركبها عندك في الجير. فبالتالي تقدر تركبها داخل او تعلقها داخل المهمات وبعدين تنجح معاك هذه المهمه. هذه المهمه اللي بعدها يقول لك اقتل 150 انمي بدمج الكهرباء، تمام؟ معروف دمج الكهرباء، ركب اي مود كهرباء او خذ معك مثلا شخصيه بولت ودمجهم بالابيلتي واقتلهم 150 انمي راح تنجح معاك هذه المهمه. المهمه اللي بعدها هنا يا شباب يقول لك نفذ 3 مهمات سابوتاج. سابوتاج معروفه يا شباب، طبعا ما لها قيود معينه ولا لها اي شروط. اي 3 مهمات سابوتاج نفذها سواء في مهمات الريليكات، سواء في مهمات النايت مير، ايا كان، او مهمات عاديه، المهم انها تكون 3 مهمات سابوتاج. بعد كده راح تنجح معاك هذه المهمه وتحصل منها على 6000 من المبالغ الماليه الخاصه فيهم، تمام؟ هنا اللي بعده يقول لك اقتل 500 انمي
بطريقة عشوائية، أي قتال تقتله بطريقة عشوائية راح تلاحظ أنك خلصت هذه المهمة، فبالتالي مجرد ما تنفذ مهمة الكهرباء هنا راح تبدأ تحسب معك هذه المهمة بشكل تلقائي. ولاحظ أن المبالغ صارت 6000 نقطة عندك هنا في هذه المهمة، وهذه المهمة تعتبر من أسهل المهمات. هنا يقول لك ركب 3 فورما في أي شخصية عندك، في أي سلاح عندك، أهم شيء أنك تستخدم خلال هذا الأسبوع 3 من الفورما، فهذه فرصة لك عشان تضبط بلداتك. باختصار هذه هي المهمة. نشوف اللي بعده. هنا يقول لك صيد 6 سمكات نادرة في عالم فورتونا. استمر بالصيد حتى تصيد معك 6 سمكات نادرة، فبالتالي تلاحظ انك خلصت هذه المهمة. المهمة اللي بعدها هنا يقول لك فرم على 6 احجار نادرة كذلك في عالم فورتونا. فالمهمتين هذه في مكان واحد اللي هو العالم المفتوح الخاص بفورتونا، تقدر تنفذهم في جيم واحد وترتاح منهم مرة واحدة. طبعا هذه المهمة خلال الاسبوع، يعني تقدر تنفذها في اي يوم خلال هذا الاسبوع. المهمة اللي بعدها هنا يقول لك نفذ مهمة اكسترمينيت لليفل 30 واعلى، زي مثلا كوكب سيدنا يكون ليفل الانمي فيه من 30 واعلى، لكن في شرط في هذه المهمة انه لازم الانمي ما يلاحظك، يعني اذا قتلت واحد لازم الثاني ما ينتبه انك قتلته. فانا انصحك انك تستخدم مودات كاتمة الصوت سواء رايفل او شاتجن او بيستول، انت اختار المود المناسب للكاتم واختار شخصية تختفي زي اوكتافيا، شخصية مثلا ايبارا، شخصية لوكي، وامشي وقاتل في الخريطة وانت مرتاح، ما راح احد يكشفك نهائيا. اهم شيء ما حد يشوفك في الجيم، والكاتم راح يساعدك في كتم الصوت الخاص بالسلاح، فبالتالي راح تلاحظ انك نفذت المهمة بكل رياحية. المهمة اللي بعدها هنا يقولك العب 10 مهمات ريليكات، اي ريليكات نفذها، فبالتالي راح تلاحظ انك خلصت هذه المهمة. وبكذا نكون خلصنا جميع مهمات النايت ويف لهذا الاسبوع. خلينا ندخل الان على السوق. طبعا في جوائز ممتازة يا شباب، قبل ندخل على السوق في جوائز مرة ممتازة، وممكن افضل جائزة اللي هي الاورا اللي هي الفورمة الخاصة بالاورا، وهذه الفورمة تكلمنا عنها في المرحلة السابقة من هذا الفيديو. لكن زي ما انتم شايفين في اشياء ممتازة جدا وتغييرات جديدة غير الموسم السابق الخاص بالنايت ويف. اخر شغله بندخل فيها على السوق وخلينا نوضح اهم الاشياء الموجوده فيه. لما ندخل على السوق يا شباب زي ما انتم شايفين راح تظهر لنا اللي هي الاشكال الخاصه بالراس الوار فريمات. اللي يهمنا يا شباب اشياء دائما نركز عليها اللي هي مودات الاورا، كذلك الموجوده بالاسفل اللي هي الاوركن كاتاليست والاوركن رياكتور والنتيان اكستراكت. هذه اذا كان ما هي عندك حاول انك تحصل عليها من هذا المكان، لان كثير من الناس يسالوا عنها. واخر شغله بختم فيها اللي هي مودات الاورا، راح اوضح لكم اهم مودات في هذا الاسبوع عشان نقدر نستفيد منها. اول شيء عندنا يا شباب اللي هو الاورا، هذه الاورا وظيفتها انها خاصه بسرعه الحركه، يعني سواء في القفز السريع او في الحركه السريعه، وهذه من الاورا اللي تستخدم دائما في بلدات السرعه، وانا استخدمها في البلد الخاص بشخصيه لوكي. للناس اللي تسال تقول لي كيف لوكي عندك سريع، فانا استخدم هذه الاورا لانها تعطيني سرعه ممتازه جدا لشخصيه الوار فريم. ثاني اورا عندنا يا شباب ممتازه لهذا الاسبوع اللي هي الخاصه بالرايفل، هذه تعطيك قيمه دمج بقيمه 27% للرايفل الخاص بك، والرايفل اللي هو الرشاشات سواء اللي هو الرشاشات الاوتوماتيكيه او الرشاشات العاديه، فهمتوا؟ اللي تطلق على 3 طلقات 3 طلقات. اهم شيء انه يكون سلاح الرايفل اللي هو السلاح الرئيسي اللي تستخدمه لشخصيتك. اما بقيه الاورا انا اشوف انها قليله الاستخدام ونادر جدا استخدامها. ممكن بعض الناس تستخدم الخاص بفك الصناديق، لكن هذا قليل جدا استخدامه، لان اشوف انه ياخذ خانه ما تستفيد منها اساسا في البلد الخاص فيك. تقدر تكسر السلاح الخاص فيك، تقدر تكسر الصندوق اللي امامك وتاخذ الاغراض اللي فيه بدون اي تعب. ركز على الاورا الخاصه بالرايفل والاورا الخاصه بالسمرنت سبيد، ولا تخسر المبالغ اللي تجمعها على الفاضي لانك ممكن تحتاجها بالاشياء الموجوده بالاسفل. فهذا اللي كان عندنا يا اخوان في هذا الفيديو، اتمنى اني قدرت اغطي جميع الاشياء اللي تحتاجوها في اللعبه وجميع الاشياء اللي تسالوا عنها في الايفنتات والنايت ويف، وباذن الله نحن ما احنا مقصرين معاكم في الفيديوهات القادمه. هذا اللي عندي وسلامتكم، مع السلامه.